أو لا بطل العام الماضي كان هو البطل، متحصل على كأس بطولة أو كأس المغرب، متحصل العديد من البطولات، لكن أهمها طبعا بطولة أفريقيا العام الماضي. المباراة عم تبدأ والفريقين حاضرين على أرض الملعب، وهذا ميتشل بالقميص رقم 4 بالنسبة طبعا للاعب الأمريكي نادي قلنديا، قلنديا بالقمصان الزرقاء وجمعية سلا المغربي بالقمصان البيضاء، الفريق المرشح رقم 1 لبطولة الأندية العربية، لكن بشرط، بشرط راح أتحدث عنها، شروط كثيرة، مش بشرط واحد، هو شروط كثيرة. أولها عم بيتحقق في مباراة اليوم، شو هو؟ الكوتش سفيان بوزيدي عم بيلعب بالتشكيل الأساسية، مهم كتير للكوتش سعيد البوزيدي وليس سفيان بوزيدي، الكوتش سعيد البوزيدي مدرب نادي سلا يلعب بالتشكيلة الأساسية. حاليا عم بيلعب بالتشكيل الاساسي، عبد الرحمن، عبد الرحيم نجاح، مصطفى شوعة او محمد شوعة عفوا، عبد الرحيم نجاح، سفيان كوردو، موسى عبد العليم، وايضا الامريكي ويلي سولومون. هنا اول محاوله بتضيع على عبد الرحيم نجاح، واول محاوله بتضيع ايضا على سايل قاسم لاعب نادي قلنديا الفلسطيني، هذا طبعا اللي غاب عن مباراه الامس، موسى عبد العليم اللاعب الامريكي اللي كان موجود مع نادي الفتح السعودي ايضا بالمناسبه، وكان ابرز لاعب بالفريق المغربي بأول مباراة، وقدر طبعا يقود فريق جمعية سلا للفوز 77-64. عم بيفتتح التسجيل حاليا بأول جامب شوت بالجيم، دائما عند جونز، جونز واحد من أحسن اللاعبين الموجودين أيضا بفريق قلنديا الفلسطيني، جونز عم بيحاول يتخلص، بياخذ الجامب شوت، جونز بيضيع، وريباوند عند ويلي سولومون، 40 سنة لهاللاعب أمامنا أيضا، مش لاعب صغير على الإطلاق ويلي سولومون، لاعب جمعية سلا المغربي. هنا عبد الرحيم نجاح من تم اختياره ليكون أفضل لاعب في البطولة المغربية العام الماضي، أفضل لاعب في الدوري المغربي العام الماضي عبد الرحيم نجاح عم بيسجل بهالوقت. توصل الكرة دائما عند جونز، 3-2 سفيان كوردو، ممكن عند شوعة، سفيان بياخذ اليورو ستيب، وهون حكم احتسب عليه خطأ المشي، راح نشاهدها على الإعادة، هل راح كانت هي يورو ستيب ولا ووكينج، راح نشاهدها على الإعادة. 3-2 سلا عم بيتقدم، سفيان كوردو ايضا تم اختياره ليكون احسن لاعب في مباريات البلاي اوفس او المباريات الاقصائيه. عبد الرحيم نجاح كان افضل لاعب في الريجولر سيزون او في الدوري المنتظم، لكن في المباريات النهائيه سفيان كوردو هو اللي كان الام في بي او افضل لاعب في البلاي اوفس. دائما الكره عند ميتشل، جونز بيحاول على الباسكت، لا بتردد، كره على الثري بوينتس، النادي قلنديا بيسجل على الثري بوينتس، أولى نقاطه بالجيم، 5-3 5-3 دائما عند ويلي سولومون. أخيرا عم بتعدل الأرقام لأنه 2 points قدر يسجلها لاعب اللي اسمه موسى عبد العليم، وثلاث نقاط سجلها عبد الرحيم نجاح، النتيجة أصبحت 5 لسلا. بالمقابل نادي قلنديا الفلسطيني عم بيرد، نادي قلنديا الفلسطيني عم بيرد على خط ثلاث نقاط، عن طريق طبعا إنار عودة هو صاحب الثري بوينتس الأخيرة أمامنا، طبعا الكوتش سعيد البوزيدي ما كان أفضل، ما تم اختياره أفضل مدرب بهالعام أو الموسم الماضي في المغرب، لا الكوتش أوتايلي مدرب فريق الفاس الرباطي هو اللي تم اختياره أفضل مدرب في المغرب العام الماضي، رغم أن الكوتش سعيد البوزيدي قاد فريقه للتتويج في البطولة المغربية. 7-3 نادي قلنديا بطل الدوري الفلسطيني أمام بطل الدوري المغربي، محاولة من ميتشل بياخذ تيران جامبر، ضاعت، الـ MVP سفيان كوردو دائما على الديفنسيف ريباوند، توصل عند شوعة بسرعة، ويلي سولومون صاحب الـ 40 سنة اللاعب الأمريكي بياخذ الجامب شوت، بيسجل، برافو عليك، أول 3 points إذن لصاحب الـ 40 سنة لاعب البوينت جارد اللي طوله 187 سنتيمتر، وأكيد لعب في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن آخر فريق لعب له كان موجود في الدوري الفرنسي. 3 points سلا المغرب عم يتقدم 10-3 ثالث مبارياته، قدر يربح المباراة الأولى على الهومنتمن، المباراة الثانية على سبورتينج، والثالثة على قلنديا، حاليا متقدم بـ 7 points بالنسبة لقلنديا الفلسطيني، خسر أول مبارتين أمام الفتح السعودي على 3 نقاط، وأكيد فارق كبير أمام نادي سبورتينج المصري في مباراة الأمس 96 أو 99-68. ويلي سولومون بسرعة السكرين دائما عبد الرحيم نجاح، عبد الرحيم نجاح بيحاول، شوعة بيطلب الكرة، السكرين راح توصل لعبد الرحيم تحت الباسكت، خلينا نشوف شوعة، لا بيعمل الدرايف، مقطوعة، برافو لقلنديا، نديم بدرية بيكون على مستوى صناعة الألعاب، وهالكرة ليش مستعجل فيها، ليش مستعجل فيها، مين لاحقك،
مين لاحقك؟ عم تعمل دفاع ما تفرط بالكرة. الكوتش معتز مسلم أكيد مدرب نادي قلنديا المتوج كما ذكرت في الأمس على حساب أرثوذكسي بيت لحم في المباراة النهائية وبطولة الدوري الفلسطيني. موسى عبد العليم، موسى عاجبني كثير هاللعيب، عاجبني كثير هاللعيب، لاعب نادي الفتح السعودي قلت قبل هيك وقادهم لتصدر الريجولر سيزون في الدوري السعودي. ورح نتكلم بشكل كبير عن موسى عبد العليم، لكن خلينا نشوف نادي قلنديا لانه صايل قاسم عم بيرد وعم بيسجل اولى نقاطه بالمباراه 15-6. برافو صايل قاسم، 3 بوينتس سجلها إنار عودي و3 بوينتس صايل قاسم، كره ضاعت. برافو، روح اعمل سلام دانك يا جونز، حلوه كثير يا جونز، بيعمل سلام دانك جونز، لكن مهم السبرنت اللي عمله ومهم كثير الدفاع اللي بيلعب فيه نادي قلنديا الفلسطيني بهالوقت وبيجبر نادي سال المغربي على 2 تورنوفر على التوالي، هذا واحد منهم والثاني كان ووكينج. سوبر جام حلوه كثير لجونز. تايم اوت عم بينطلب بهالاوقات، 25 ثانيه. أجواء ملعب الشياح في العاصمة اللبنانية بيروت، ونادي قلنديا الفلسطيني بيحاول ما يخلي نادي السلا يبعد بالنتيجة، لكن فريق السلا صعب كتير. 2 من 5 لقلنديا على الارك، 3 من 3 لا سلا على الثري بوينتس. ناديم بياخد كرة صعبة كتير بتضيع على الريباوند، الوحوش اللي تحت الباسكت، لكن هنا رائعة جدا من ميتشل، وميتشل بيسجل على عبد الرحيم نجاح، اللاعب الأمريكي اسمه ميتشل عم بيسجل على عبد الرحيم نجاح. كرة عند شوعة فيها مس ماتش، لعيب حريف يا شوعة، أخذ البوزيشن على اللو بوست وقدر يلعب 1-1 ويرفع الفرق لخمس نقاط على فرق 7 بوينتس دائما لي سلا. ميتشل بيلعب بطريقة فردية مش بهالطريقة، صاير على الريباوند، مفروض يهدف فريق قلنديا الفلسطيني، لعب البوينت جارد ناديم، مفروض تطلع بالكرة وتطلب من جديد. برافو، تطلب من جديد ست أوفنس. ناديم كرة مقطوعة فيها فاول ممكن يكون متعمد، مرة المقبل المفروض ينحسب متعمد بدون شك، الآن سبورتسمان لايك فاول على ميتشل، مفروض يكون في رميتين وحيازة. الكل حاضر في العاصمة اللبنانية بيروت لمتابعة المباريات، ميتشل لازم ينتبه الحكم هيك رحمه لأنه كان مفروض ينحسب تو شوتس وحيازة. موسى عبد العليم الأمريكي الممتاز اللي تواجد اللعب قبل هيك باليونان، لعب بالأورغواي، بفنزويلا، بالعديد من الدول حتى بالسلفادور، وكما ذكرت لعب لنادي الفتح السعودي. أمامنا موسى عبد العليم أبرز لاعبي فريق السلا المغربي اللي عم بيقدمه بهالبطولة. العام الماضي كان معهم وين أرنولد، لكن وين أرنولد حاليا يلعب بالنصر السعودي. غياب للسوبرمان كرة السلة العربية عبد الحكيم زويتا، نقول لك اشتقنا لك يا عبد الحكيم زويتا، إن شاء الله بيرجع أقوى، لأنه وجود عبد الحكيم زويتا كان بنسبة كبيرة راح يتوج نادي السلا المغربي ببطولة الأندية العربية بنسخة 31. لو عبد الحميد أو عبد الحكيم زويتا موجود كان ترشيحات بنسبة عالية عالية كتير 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 في ظل الفرق المشاركة إنه السلا يكون بطل الأندية العربية. العام الماضي كان وصيف، هم تقريبا بنفس الروستر باستثناء اللاعبين الأجانب، نفس الروستر بيلعب فيه الكوتش سعيد البوزيدي وجمعية سلا. نديم بسرعة عند صايل، برافو لهالدرايف، برافو عليك، لكن ليش تروح من الجهة الثانية؟ روح من الجهة الأولى، ليش من الجهة الثانية؟ عندك سايز، عندك بادي قوي، اطلع من الجهة الأولى ما تخاف من الدفاع، بالعكس الدفاع اللي خايف منك ممكن يرتكب الفاولز. عموما عند موسى عبد العليم، موسى سفيان كوردو الام في بي البطولة المغربية، الام في بي طبعا البلاي اوفز، فيما طبعا عبد الرحيم نجاح هو الافضل في الريجولر سيزون، وحاليا سفيان كوردو احسن لاعب ارتكاز عربي بهالاوقات، واحد من احسن لاعبي الارتكاز العربي بهالاوقات. طبعا صالح الماجري اللي بيلعب ب دالاس مافريكس، احمد الدويري الاردني الموجود بفريق فنارباتش التركي، هم اللاعبين الابرز عربيا على مستوى السنترز، هذا واحد منهم بتعد 3-4، هذا واحد منهم كبيور 5. سفيان كوردو بيخسر فرصة الثري بوينتس بلاي، بنرجع دائما عند جونز، جونز بيحاول يتلاعب بموسى عبد العليم، جونز برقابة كبيرة اليوم على جونز من موسى عبد العليم لأنه مدافع شرس. موسى اللي غاب للمرض في المباراة الثانية عن مباراة نادي سبورتينج، كرة ضاعت، عبد الرحيم نجاح في كل مكان على ديفنسيف ريباوند، بتوصل دائما عند ويلي سولومون،
الامريكي صاحب ال 40 سنه بيروح فيه عند موسى عبد العليم. شو هاللعيب على الارك الروعه موسى ما بيرحم ابدا، رائع جدا موسى عبد العليم. 3 بوينتس بيسجلها بهالاوقات، بيرفع الفرق لحدود العشر نقاط، 10 بوينتس لبطل افريقيا بطل المغرب اللي قلت مسيطر على بطوله الدوري المغربي وايضا كاس العرش المغربي. تقريبا لما بيختاروا الفريق الافضل في البطوله المغربيه العام الماضي، عم بتحدث عن عبد الرحيم نجاح، كان من ضمن العناصر الاساسيه لافضل فريق. وين ارنولد طبعا كان بسنه كان من افضل اللاعبين تم اختيارهم اول خمسه، طبعا كان موجود لاعب الفاس الرباطي ماجيك دورسي، وكان عندهم ايضا النادي الحسيميه لاعب اسمه باريس كذلك، يونس الادريسي لاعب نادي فاس ايضا كان في التشكيله الافضل على مستوى الدوري المغربي، لكن بضيف عليهم اللاعبين المحليين، بضيف عليهم سفيان كوردو، عبد العالي الحريشي لاعب نادي الوداد، بضيف عليهم ياسين محسيني كلاعب بوينت جارد، زويتا لو كان حاضر طبعا الموسم الماضي لكن غاب الاصابه اكيد راح يكون اللاعب الافضل. عموما 25 12 شوعة بيضرب على الثري بوينتس، سلا ما بيرحم على خط الثلاث نقاط، خامس رميه ثلاثيه نادي سلا بالجيم، 5 3 بوينتس لا سلا بالكوارتر الاول. جونز فرق 13 نقطه، جونز بدك ترفع راسك تلعب مع الكل على الكورنر، جونز بياخذ كره صعبه على الثري بوينتس بيضيع، لا بدك تلعب مع الكل صحيح عليه على عاتقك الجيم، والكوتش ممكن معطيك تعليمات انه تسجل وتاخذ الكره وتلعب 1 اند 1، لكن المهم تلعب باسكت واحد ضد اثنين واحد ضد ثلاثه صعب. الكوتش معتز بنقول لك يعطيك العافيه مع هالفريق اللي عم تلعب فيه امام نادي سلا وام في بطوله الانديه العربيه بدون شك. كوتش سعيد البوزيدي نجاح الكبير لهالمدرب، بطوله افريقيا اللي كان في بعد هيك استقبال رائع في مدينة سلا المغربية. ويلي سولومون على الثري بوينتس بتضيع، الغازي آدم على أرض الملعب، ترجع عند جونز، جونز بيروح all the way وشوعة بيحاول يعمل بلوك شوت، وجونز برافو عليك بتو بوينتس، لعيب عنده درايف رائع واحد لواحد ما عنده أي مشكلة يروح على الباسكت أمام مين مكان، وعبد الرحيم نجاح أمام أي لاعب بيقدر يسجل off the glass. عبد الرحيم نجاح ب 2 بوينتس وفرق ال 14 نقطة، محاولة الدرايف على الباسكت، حكم بقول ما فيها شيء وأنا بقول أيضا ما فيها شيء، ترجع بتضيع عليك يا شادي عود. على صناعة الألعاب بهالوقت سامي عود، وأنا شايف سامي عود بهالمركز البوينت جارد، خليني احكم عليه بعد هالمباراه، خليني احكم بعد سامي عودي بعد هالمباراه، لكن هنا صايل مين احسن تشوت هالجام شوت ولا تعمل درايف بجسمك القوي على الباسكت. يعني مهم كثير ايضا لاعبين نادي قلندر الفلسطيني يشوف المباراه بعد هيك. فرق 14 نقطه. اخر 10 سكندز على نهايه الكوارتر الاول من الجيم. دائما عند ويلي سولومون. السكرين القوي لعبد الرحيم نجاح بيطلبها. عبد السلام او هنا عبد السلام بالفعل، عبد السلام على الثري بوينتس، موسى ليش قلت عبد السلام، هو موسى عبد العليم عموما 27 14، عانى من الاصابه ثم عاد بعد ذلك تجددت الاصابه ولم يحضر مع الفريق لبطوله الانديه العربيه ولا حتى شارك المنتخب المغربي في تصفيات كاس العالم. الغازي ادم الكوارتر الثاني عم بيبدا 24 17، ويلي سولومون على الثري بوينتس على الريباوند، ترجع دائما عند فريق سلا، كره مقطوعه عند جونز بيقدر يحصل على الفاول ما عنده اي مشاكل، بيقدر يحصل على الفاول لا ما دام ما صار فيه فاول معناها الباسكت مأمنة لجونز، وحاليا 27 16، جود جاب لجونز، فرق 11 نقطه. نبقى دائما عند فريق سلا، ياسين المحسيني اللاعبين بيلعبوا بشكل هيك هادي، في طبعا زون فايوليشن على فريق سلا لكن اللاعبين بيلعبوا بشكل هادي والمباريات اللي بيحسوها سهله هي اكثر مباريات اللاعبين ممكن يتعرضوا فيها للاصابه، لذلك لازم ينتبهوا اللاعبين نادي سلا. صايل المفروض تروح تلعب بالباسكت بجسمك قوي، عم بوصلوا لك الكره تحت السله، ما مفروض تروح فيها عند سامي على البوينت جارد، لا مفروض تاخذ البوزيشن تحت السله. شوف الان ملاحظه متحرك ولا اي لاعب فلسطيني داخل المنطقه، سامي ولا اي لاعب حاليا. جونز بيحاول يعمل الدرايف على الباسكت فيها فاول وباسكت، ان برافو عليك جونز،
لعيب ممتاز جونز بعملية الدرايف على الباسكت. جونز بيخترق و 2 بوينتس ورمية حرة إضافية. ويلي سولومون هو اللي عم بيرتكب الفاول ورح يكون عنده فرصة الأند وان. عم نشاهد نقاط جونز. موسى عبد العليم بيعمل تشيك ان على ارض الملعب. خروج للاعب اللي اسمه ويلي سولومون 40 سنه. ياسين موسى عبد العليم على الارك ضاعت هالمره. ريباوند دائما عند عوده سامي. هناك شادي وسامي عوده. هذا سامي 27-19 الفرق 11. سامي حلو هالجام شوت يا سامي. برافو عليك حلو هالجام شوت لكن حسب 2 بوينتس لانه داس هيك بسنتيمتر واحد على الارك وبالتالي على خط الثري بوينتس. ولا نادي سلا ولا حتى سبورتنج ولعبوا مباراه ممتازه امام فتح السعودي لكن هذا اكثر شيء بيقدر يقدموه بطبيعه الحال. 27-21 لكن اليوم مباراه ممتازه وان كان لاعبين سلا بحسوا انهم بيقدروا ينهي المباراه باي لحظه. ياسين عند الغازي نايس باس. موسى عبد العليم ما بيضيع على هيك مسافه ثري بوينتس لموسى عبد العليم. هو عم نشاهد طبعا الفيلد جولز لكلا الفريقين 11 من 17 سله 9 من 23 لقلانديا 30-21 ثري بوينتس دائما لنادي سلا. موسى عبد العليم بالاوبن شوت. هنا سامي عوده. سامي كور عند ميتشل بروح على الباسكت ولاكي جامب شوت اوف ذا جلاس لميتشل وحاليا الفارق بينزل دائما ل 7 بوينتس. موسى عبد العليم دائما عند الغازي نايس هاند اوف. الغازي بروح على البيس لاين وفيها فاول على شادي عوده. هذا الغازي ادم امامنا اللاعبين رحلوا عن سلا اكيد ارنولد وين نحو نادي النصر السعودي والنصر السعودي راح يلعب بعد هالمباراه ان شاء الله مباراه مع نادي بيروت لحساب المجموعه الاولى. الغازي بسرعه عند ياسين المحسيني لاعب البوينت جارد عمره 24 سنه بيروح فيها عند الكابتن عمره 39 سنه لكن زكريا بيضيع. زكريا كان موجود بالرباط قبل هيك. زكريا المصباح زمان. عموما 3 بوينتس مغ لنادي قلنديا. شو حلو هيك بثقه تاخذ الجام شوت وعم تتسجل 3 بوينتس الثاني له بالجيم. انار طبعا هو اللي عم بيسجل على ال 3 بوينتس. انار عوده المره الثانيه على الارك. حمزه جدي شو عم تصنع حمزه جدي المفروض تطلع بالعالي. كره عند موسى عبد العليم. موسى بطل الدوري المغربي مع بطل الدوري الفلسطيني في هالمباراه. الغازي عند موسى خطير جدا على الارك اون فاير لا ان ان اوت والريباوند عند الغازي و2 بوينتس لنادي سلا. راح نشاهد طبعا التشكيل الاساسي لنادي السلا المغربي بالكوارتر الثالث. ليش عم بيلعب موسى عبد العليم اكثر؟ موسى عبد العليم عم بيلعب اكثر في المباراه لانه غاب كان على المباراه الثانيه وبالتالي كوتش سعيد الوزيدي عم بقرا افكاره عم بيحاول يرجعه ليكون فت لانه غاب يومين. بيحاول بهالمباراه يرجع السنس ويحاول طبعا يرجع الاداء البدني و2 بوينتس من جديد للغازي تحت الباسكت واسست عم بيكون حاضر لمين؟ لموسى عبد العليم من كوتش امامنا سعيد البوزيدي. وهنا نديم بدريه بيرجع على ارض الملعب. نديم بدك تهدى بدك تكون بمركز البوينت جارد لازم تكون اهدى لازم تحافظ على الكره اكثر. بيروح جونز على مقاعد البدلاء وبيدخل نديم بدريه مكانه. فاول على شادي عوده والرميه الحره لانور او لا لانار او لانور الغازي صحيح انور ادم الغازي او انور الغازي. سامي عودي بيطلب الكره لاعب البوينت جارد ما بتوصله لكن هنا انار المفروض تتخلص منها عليك دبل تيم. انار بيحاول يلعب واحد لواحد. انار بالباور بينتريشن صعبه هالكره وبالتالي ما راح تقدر ترجع الدفاع والفريق المغربي راح يسجل عليك بطريقه الفاست بريك. شوف زكريا بياخذ اوبن شوت على الثري. زكريا الاولى ضيعها الثاني بيضيعها لكن الغازي على الريباوند. الغازي تحت السله كيك ذا بول اوت نايس باس عند ياسين اللعيب الحريف اللي اسمه ياسين المحسيني. موسى عبد العليم. موسى على البيس لاين فيها فاول ما انحسب لكن هنا الغازي تحت السله. لا والله هذا اول 2 بوينتس لحمزه جدي بالجيم. حمزه جدي
بيسجل اول 2 بوينتس من جيم، وحاليا الفرق 11 لبطل المغرب بطل افريقيا ووصيف بطولة العرب العام الماضي، مسيطر تماما على بطولة الدوري المغربي والعام الدوري المغربي العام الماضي. هالفريق قدر يحقق الفوز على الوداد في الفاينل في النصف النهائي، سلا ربح على الرباط الفاسي والوداد ربح على الحسيمية. طبعا سلام دانك حلو كتير لميتشل بالفاست بريك، سلام دانك حلو كتير لميتشل بالفاست بريك. اليوم عم بلعب مرة ممتازة على فكرة، عم بقدم مرة ممتازة ومركز كتير ميتشل. الفريق المغربي أكيد ما عنده أي طموح بهالمباراة سوى الفوز، وحاليا طبعا ياسين محسيني بأول نقاطه في المباراة، أول 2 بوينتس لياسين محسيني. ميتشل فيها فاول، طبعا طبعا فيها فاول وكان ممكن تنحسب باسكت. دفاع فريق السلة قليل كتير، جونز بيرجع على أرض الملعب. من اللاعبين اللي برزوا بالدوري المغربي العام الماضي أيضا ياسين بايري. نرجع فرق العشر نقاط، نتيجة مقنعة لغاية هلا لنادي شباب قلنطية الفلسطيني. موسى عبد العليم، حمزة جدي، زون ديفنس عم بيلعب فيه، لا والله مان تو مان ديفنس عم بيلعب فيه الكوتش معتز. هاند اوف موسى، كرة تحت الباسكت، موسى دفاع رائع لجونز بهالوقت، جود ديفنس حمزة جدي بالهوك شوت ضاعت، ميتشل على الريباوند. أداء رائع لفريق قلنطية الفلسطيني بهالوقت أمام مين؟ أمام بطل المغرب، وإن كان طبعا عبد الرحيم نجح، سفيان كوردو شوعة على مقاعد البدلاء، كرة على ثلاث نقاط عند ميتشل بيضيع الاستعجال، راح يكلف الأمر غاليا لنادي السلا. وهنا ستيل ولا أحلى يا سامي، روعة يا سامي، جود هاسل يا سامي، عودة سامي عم بيحصل هالكرة وبيعمل سبين فيد أواي شوت أوف ذا جلاس مع الباك بورد و 2 بوينتس 39-31. ياسين محسيني درايف بريد الشمال، ما في فاول، ياسين سرقها زي ما سرقها سامي وما حدا أحسن من حدا. محسيني زكريا على الأرك، واحدة من ثلاثة لزكريا، لا 0 out of 3، صفر من ثلاثة لزكريا المصباحي على الأرك. هنا محاولة الدرايف لنديم بدرية، ونديم بيسجل 39-33 6 points الفارق. حاليا سلا عم بيعطي إيزي لأبس لنادي قلنطية الفلسطيني، وحاليا نادي قلنطية عم بيعمل الدفاع وعم بيجبرهم لسلا على خسارة الكرة. لكن المشكلة هل بيقدر نادي قلنطية الفلسطيني بهالعناصر اللي بيلعب فيها الكوتش معتز انه يكمل؟ في فاول سكرين مفروض يرجع سفيان كوردو او عبد الرحيم نجاح، واحد فيهم على ارض الملعب، الكوتش مش ناوي يرجع حدا فيهم، الكوتش سعيد البوزيدي. لكن قلت مهم كتير يلعبوا العناصر الاساسية اكثر وقت مع بعض بنادي سلا. بعض الفرق ممكن تربح ب 20 و 30 نقطة، اللاعبين الاساسيين مرتاحين يجوا على الدور نصف نهائي يصطدموا في مباراة كبيرة، اللاعبين ما مفروض يطلعوا خارج البطولة ابدا، اللاعبين حتى في كانت مباراة قوية، كانت مباراة من طرف واحد، مباراة من 20 نقطة، لا اللاعبين الاساسيين المفروض يكونوا حاضرين ما يطلعوا برا البطولة. برافو لشادي عودة راح يكون على الفري ثروز، برافو لقلنطية الفلسطيني بطل الدوري في فلسطين. منتخب فلسطين يحتل المركز العاشر كمان ذكرت في بطولة اسيا 2015 كاحسن مركز له. شو عم بيرجع؟ كوردو بيرجع. طبعا اللاعبين الاساسيين المفروض يكونوا باجواء البطوله، ابدا ما يبعدوا عن اجواء البطوله على الاطلاق. حمزه جدي بيروح على البنش. عبد الرحيم نجاح، زكريا المصباحي على البنش كذلك. شادي عوده 0 بوينت لهلا، ريباوند واحد. مش مهم كم نقطه بيسجل، المهم فريقه عم بيكون ماشي وعم بيكون بالمنظومه الدفاعيه، هذا المهم بالباسكت. شادي عوده بالراميه الحره الاولى. بعد هالمباراة رح تكون مباراة النصر السعودي مع نادي بيروت اللبناني، رح أكون معكم إن شاء الله على الهواء أيضا مع أحداث المباراة التالية. هالمباراة ضمن حساب المجموعة الثانية، فيما طبعا المباراة المقبلة رح تكون في المجموعة الأولى. شادي على الفري ثروز تنعاد، حكم اللقاء بعيدها، الأولى سجلها الثاني ضيعها، لكن عادها الثاني أيضا بضيعها، والريبوند عند ميتشل وسفيان كوردو وشوعة بتراخي كبير، وميتشل برافو عليك بباسكت أند، وعنده فرصة الرمية الحرة الإضافية، فرصة الثري بوينت بلاي لميتشل بالهاصل أخذها، بيطلع بادي كونتاكت و أوف ذا جلاس بيسجل 2 بوينتس ورمية حرة إضافية.
لكن فريق قلندية الفلسطيني بيرجع من فارق كتير بعيد، كان متأخر بفارق كبير نادي قلندية الفلسطيني، لكن حاليا فارق ثلاث نقاط و11 نقطة مع 7 ريباوند. مباراة كبيرة، قلت مركز تماما وممكن تاي جيم، لكن بيضيع سامي عودة. ميتشل تحت الباسكت وميتشل مع 2 بوينتس. مباراة اليوم أفضل، المباراة اللي عم بتقدمها اليوم أفضل بمراحل مباراة الأمس، لكن مهم كمان جونز انشاهده بنفس الأداء في مباراة سبورتينج. كرة عند ياسين محسيني، موسى عبد العليم، مباراة راح تحلى أكثر. موسى بضيع على الريباوند شوعة، بيحاول، برافو سامي، لكن الأوت عليك. لا الأوت عليك، نقول لك برافو لكن الأوت عليك، الكرة على السايد لاين. ترجع عند سلا محسيني، ياسين نايس كروس أوفر، ياسين واو واو واو، ياسين محسيني بهالمول فيك حلو كتير. وكوردو أفضل لاعب مغربي تم اختياره العام الماضي أفضل لاعب في مباراة البلاي أوفس، لكن أفضل لاعب محلي هو عبد الرحيم نجاح، وحتى عبد الرحيم نجاح كان الأفضل في الريجولر سيزن. أفضل لاعب ارتكاز في المغرب كان يونس الإدريسي لطوله مترين وثلاثة، بيلعب بنادي فاس. وأفضل لاعب أجنبي كان في دوري المغرب العام الماضي أرنولد وين، اللي وصل مع سلا لبطولة المغرب ووصيف بطولة العرب وبطل إفريقيا، وبعد هيك راح للنصر السعودي. على الفري ثروز سفيان كوردو بيسجل رمية الحرة الأولى. ثلاث 30 سنة لسفيان كوردو، تقدر تلعب كمان 7 سنين وأنت مرتاح، ما شاء الله عليك. مترين 11، سنتر ممتاز، ما في شيء بيمنع أنه يلعب كمان 7 سنين للأربعين. لعب البيج جاي ما بده رانينج جيم زي اللعب الجارد، يعني عم نشاهد زكريا 39 سنة، لكن اللعب البيج جاي أو لعب الارتكاز ما بده رانينج جيم زي لاعبين الشوتينج جارد أو لاعبين الجاردية. وهنا 2 بوينتس لموسى عبد العليم، رائع موسى، 30 سنة لهالشوتينج جارد الأمريكي. شوتينج جارد على أكيد مبسوطة من أداء فريقها في مباراة اليوم، على اعتبار فريقها متأخر بفارق الخمس نقاط وميتشل عم بيلعب بمباراة ممتازة. 43-38 فارق الخمس نقاط، عم نشاهد الريباوند 21 ريباوند لسلا، 16 لقلنديا، ومهم كتير يبقى فريق قلنديا. لا هيك شوت صعب كتير يا سامي عودة تأخذها، مستحيل تأخذ هيك شوت. ترجع من جديد كرات شوعة، في مس ماتش قدرت تلعب كيك ذا بول او سوينج ذا بول من جهه لجهه، فيها فاول يا حكم طبعا، تو شوتس. ميتشل ما راح يكون راضي، لكن طبعا شو راح يقنعه؟ اكيد بيج فاول كمان، شو راح يقنع على ميتشل انها مش فاول؟ اي احتكاك بالجسم، مش ضروري تمسكه باليد، مش ضروري ضرب على اليد. هون اخذت الحيز تبعه، عملت مع احتكاك، اذا عقت اللاعب المهاجم، وبالتالي تو شوتس لموسى عبد العليم اللاعب الليفتي، راح يكون على الفري ثروز، على الرميات الحره بهالوقت. منتخب المغرب اللي خسر فرصة التأهل لكأس العالم، ولا مرة تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم، لكن مرة واحدة كانوا تأهلوا للألعاب الأولمبية، مرة واحدة بتاريخهم كانت عام 68 في المكسيك، وهذا اللاعب قادم من المكسيك، آخر نادي لعب له بالمكسيك. ومنتخب المغرب لعب في المكسيك عام 1968 بعد ما ربح طبعا بطولة الأفرو باسكت عام 65، وكان طبعا الرنر اب بالمركز الثاني عام 68، وتأهل وقتها للألعاب الأولمبية في مكسيكو سيتي. موسى عبد العليم القادم من مكسيك بيسجل إذن على الفري ثروز 45-38. جونز كرة مقطوعة من ياسين محسيني تبع على السايد لاين، دقيقة 32 ثانية. جونز ميتشل بيطلبها، جونز ميتشل بدفاع من شوعة، صعب تمر على البيس لاين، ممكن تروح على الميدل لكن على البيس لاين لا، بياخذ فيد اوي شوت. والله عم تلعب مباراه كبيره اليوم، عم تلعب مباراه مغايره واداء حلو بشكل رائع يا ميتشل، والفارق 5 بوينتس، دقيقه 14 ثانيه. ياسين الدفاع الفريق الفلسطيني قلنديا المان تو مان ديفنس وعم بيعملوا الحصل. كوردو سفيان فيها ووكينج يا سفيان، عموما مقطوعه، برافو سامي عوده عند جونز، سلام دانك باك تو باك ممكن. لا شو عم تعمل؟ شو عم بتفكر؟ فهمني شو فكرت باللقطه، فهمني شو عم بتفكر بهاللقطة يا جونز، مش حرام هي كرة تضيع؟ فكر كيف تسجل 2 بوينتس وما تفكر إلا بالباسكت، على وين عم تتفرج؟ لا
تورنوفر على قلنديا الفلسطيني رح يدفع ثمنه الفريق الفلسطيني كثيرا. ممكن فريق سالة المغرب يرفع الفرق لعشرة على مسؤوليتي قبل نهاية الشوط الأول من المباراة. يرفع الفريق سالة المغرب الفرق لعشرة. خلينا نشوف الفرق خمسة حاليا. كرة مقطوعة. برافو إنار عود. إنار مفروض تنعكس من جهة لجهة. ماتشل أو يهدى فريق قلنديا حاليا. ماتشل درايف. بأي لحظة الفريق المغربي قادر يوسع الفرق لعشر نقاط على الثري بوينتس. لو سجلت كان رح تعمل مشكلة كبيرة لنادي قلنديا. لكن خلينا نشاهد حاليا متبقي 6 سكندز على نهاية نهاية هجمة فريق قلنديا. وهنا كتير حلو هالشوط يا صايل قاسم اوف ذا جلاس بيسجل 2 بوينتس. ما رح يكون في فرق 10 لكن حاليا فرق 3 وممكن آخر أوفنس أو هو بالفعل آخر أوفنس للفريق المغربي. السلة ممكن يرفع فيه الفارق ربما لخمس أو ست نقاط. خلينا نشوف الكرة عند كوردو تحت الباسكت. كوردو بيحاول يلف. كوردو صفيان بياخد كرة صعبة كتير. فارق الخمسة لا فارق الثلاثة. برافو لقلنديا الفلسطيني. 6 نسبة 83% ريباوند 22-16 الأفضلية للسلة. المتابعات الهجومية كانت متعادلة كلا الفريقين 8-7 لكن عمليات التورنوفرز كثيرة على فريق سلا في مباراة اليوم. 12 كرة ضائعة على فريق سلا. بالمقابل نادي قلنديا الفلسطيني مضيع الكرة 6 مرات معناها عم بيلعب مباراة ممتازة اليوم. لكن هل بيستمر عدم ضياع الكرات بنفس الطريقة؟ 6 تورنوفرز بشوط بالنسبة طبعا لما تلاعب نادي سلا شيء مهم ومهم جدا عم بيعمل فريق قلنديا. 45-44 هاي أبرز الستاتس والإحصائيات. اللاعب بالاسمه ماتشل اكيد عنده 13 بوينتس هو قريب ليعمل الدبل دبل بهالجيم. موسى عبد العليم 45-44 ستارتنج لاين اب لسلا. نجاح شوع كوردو موسى عبد العليم وويلي سولومون. وهنا شوع بيحاول يعمل الدرايف. محمد شوع ب 2 بوينتس بالسلامه. محمد شوع قلت من شروط فوز نادي سلا ببطوله الانديه العربيه بيكون ويلي سولومون وموسى عبد العليم متجانسين تماما مع هالثلاثي الشوعة عبد الرحيم نجاح وسفيان كوردو. طبعا عنده بنش ممتاز الكوتش سعيد البوزيدي. عنده الغازي لكن قبل الغازي عنده ياسين المصباحي وياسين أو زكريا المصباحي وياسين المحسيني. كرة عند ويلي سولومون نايس باس عبد الرحيم نجاح من أول. عبد الرحيم عم بيلعب إيزي جيم اليوم. إيزي جيم وما عم بيبذل أي مجهود. عم بيطالب بفاول لكن ما فيها فاول إلا بعد هيك. يعني المرة الأولى ما كان فيها فاول. الثانية كان في احتكاك بالجسم ومعناها فيها فاول وباسكت. أنا معك عبد الرحيم نجاح أفضل لاعب في البطولة المغربية في الريجولر سيزن. لكن سفيان كورد هو أفضل لاعب في البطولة المغربية في البلاي أوفز. وجونز بيدرايف وعم بيسجل والفرق بيبقى عن 3 49-46. نادي قلنديا خسر المباراة الأولى وخسر المباراة الثانية لكن عم بيلعب أفضل مباراته حاليا. عبد الرحيم نجاح بيسجل 2 بوينتس ونظرات الحكم من جديد من عبد الرحيم نجاح. الفرق 5 نقاط 8 دقائق و16 ثانية. سامي عوضة بسرعة عند إنار. إنار شو عم بيعمل بريشر ديفنس عليه. إنار حلو هالدرايف بإيد الشمال بعد عن البلوك لكن مش حلو اللي عملته لأنه تورنوفر رح تدفع ثمنه سلام دانك. رح تدفع ثمنه سلام دانك لكن عوضها سامي عودة. عوضها سامي عودة وأراها رجعت فلسطينية الكرة فريق قلنديا بيحاول على الباسكت. سامي فيها بوش عليك يا ميتشل. طبعا فيها بوش. عم بقول له نو نو لا يس يس. برافو عليك يا سامي عودة أراها بطريقة رائعة. لكن مهم كتير كيف كان لازم يترجموا الفاست بريك. لما تروح ثلاث لاعبين بالفاست بريك مفروض يسجل فريق قلنديا. ميتشل بيرتكب فاول واضح للكوتش سعيد البوزيدي. كوتش معتز مسلم ايضا اداء ممتاز لك يا كوتش معتز في مباراه اليوم. كنترول حلو كثير على الجيم. صافره اللعب ما زال متوقف. ما بعرف اذا راح ينحسب تكنيكال فاول مش راح ينحسب. هل هناك اعتراض مثلا على ميتشل؟ يبدو ميتشل ما زال بيعترض. اذا كان في تكنيكال فاول معناها راح يكون في رمي وحيازه. مش وقتها ابدا اعتراض على حكم المباراه بهالوقت من ميتشل. معناها رمي وحيازه. فريقك عم بيلعب بطريقه رائعه يا ميتشل وانت عم تلعب بطريقه ممتازه. ما دام هيك ما لازم تكمل بدون اي اعتراضات. كره ضاعت من ويلي سولومون. سولومون اذا امامنا 40 سنه لاعب البوينت جارد اللي تعاقد معاه جمعيه السله لهالبطولة. حاله طبعا ايضا موسى عبد العليم. ماتشل بيروح على البنش. بدك تعطيها شويه سمايل. ابدا ما بدها كل هالنرفزه. شوعة
احسن لاعبي العرب في البوزيشن 4. الشوعة بيحاول على الباسكت وفيها فاول المفروض لمصلحته، لكن ليش مش تو شوتس مثلا؟ خلينا نشاهدها، ليش مش تو شوتس؟ ليش مش رميتين حرتين؟ لانه الشوعة اصلا في المره الاولى كان رايح على الباسكت ما سجل، الثاني كان بيحاول على الباسكت ما سجل، الثالث ايضا كان بيحاول على الباسكت برضه ما سجل. المفروض يكون في تو شوتس على مسؤوليتي. نرجع من جديد عند موسى عبد العليم. موسى بطولة طيران الإمارات للأندية العربية البطلة لكرة السلة. قلت بعد ما وصل طبعا وأصبح سعادة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، عم شاهد طبعا البطولات كيف عم بتكون حاضرة في دبي، في تونس، في المغرب، في مصر، في لبنان. عم نشاهد المنتخبات والأندية العربية على السيدات ورجال، منتخبات وأندية كذلك. بطولة المنتخبات أواخر هذا العام، بطولة المنتخبات العربية. سامي عودة، نتمنى طبعا مشاركة أكبر عدد من المنتخبات العربية، وإن كان طبعا بعضها مشغولين بتصفيات كأس العالم. جونز منها طبعا المنتخب المغربي، وهذا نجمه الشوعة. شوعة بيلحق بالكرة، راح يعكسها من جهة لجهة، عكسها من جهة لجهة، لكن لاست تاتش على سامي عودة اللي عم بيقرأ كل الكرات وعم بيوقف الفاست بريك المغربية. نادي صلا مريح نفسه بهالمباراة، فاز المباراة الأولى، فاز المباراة الثانية، فاز المباراة الأصعب على هومنتمن 77-64 على سبورتينج. لكن ما بيمنع أنه مفروض يأدي بنفس الليفل، لأنه شخصية البطل مفروض تكون واحدة. 2 points لسولومون ويلي، 40 سنة لويلي، جانب من الجماهير عم تكون حاضرة إذا في ملعب الشياح في بيروت العاصمة اللبنانية بيروت. وبعدها المباراة، المباراة اللي بتجمع بيروت المستضيف مع نادي النصر. نايس باس، نايس باس حلو كتير يا شادي، وصايل عم بيقطع صايل قاسم وبيسجل 2 points. لما تغير لعبك يا صايل، تنزل تلعب الفيزيكال جيم تحت السلة، انت لحالك تتطور، انت كلاعب تتطور، توقف على الفري بوينتس تاخذ الجامب شوت وتستنى شوت، لا ما راح تتطور ابدا، بالعكس لازم تقاتل وعندك سايز وعندك القوه والباور لتلاعب اي من اللاعبين الفرق المشاركه بهالبطوله. كره على الفري بوينتس بتسجل، سابع ثري بوينتس بهالوقت لنادي السلام الجيم، 21 نقطه من اصل 56. فريق فلسطيني سجل ثلاث محاولات ناجحه، كانت نسبته 31%. صايل بيحاولوا على الباسكت، مفروض تعمل الكات على الباسكت، مفروض تعمل الكات على الأوفنسيف ريباوند، كرة ضاعت معلي. لكن أيضا سامي عودة المفروض يعرف كيف ياخذ الجامب شوت، هيك كرة ما بتنشات. ترجع عند ويلي، بيروح على الباسكت، نايس باس عند كوردو، فيها 3 سكندز ما انحسبت. نرجع عبد، مش معقول، موسى عبد العليم، موسى عبد العليم بكل مرة بيسجل معناها بيتطوروا أكثر، كل ما يلعبوا مباريات أكثر، وهذا هذا الهدف أيضا مشاركتهم في هالبطولة، وإن شاء الله يستمر في البطولات المقبلة. هم بطل الدوري الفلسطيني على حساب أرثوذكسي بيت لحم السيزن الماضي. دائما عند نادين، نادين، نادين بدرية بيحاول يعمل درايف لوين، معقول هالكرة، معقول هالكرة. لسه عم بقول الفريق الفلسطيني عامل ست تورنوفرز، فريق قلنديا بالربع الأول والثاني من الجيم، نادي سلا عمل 12، هون كان في فارق. لكن عم بشاهد الكرات الضايعة الكتير على فريق قلنديا مع بداية الكوارتر الثالث، واحد من هالكرات الضايعة طبعا هالتمريرة شاهدناها. موسى عبد العليم بسرعة عند سوفيان كوردو، صارت طبعا ثلاثة تورنوفر على قلنديا، كان 12-6 في الشوط الأول، حاليا 13-9. شوعة رح يحصل على فاول، شوعة خلينا نشوف، شوف الدبل تيم اللي طلبه الكوتش، قلت رح يحصل على فاول، لا الحكم بيحتسب عليه الخطأ الهجومي، حكم اللبناني إذا بيحتسب عليه الخطأ الهجومي حاليا. فرق 11 نقطة، أنا شاهد السبين، ما شفت فيها فاول على شوعة، ما شفت فيها أبدا فاول على شوعة. عموما فرق 11 59-48. كرة عند جونز، جونز شوف الدبل تيم الكوتش سعيد أبو زيدة على السكرين عند سامي عودة، سامي صايل، ما في لاعب بيفكر يروح على الباسكت، المفروض لاعبين نادي قلندي يعمل سبيس اكثر بين اللاعبين ولهالفريق، لانه نادي السله المغربي بطريقه ليرفع الفارق اكثر واكثر. عبد الرحيم نجاح افضل لاعب في الريجولر سيزون في الدوري المغربي العام الماضي، هو طبعا افضل لاعب محلي في المغرب تم اختياره. في فاول يبدو على عبد الرحيم نجاح، برافو البوكس اوت اللي عمله شادي عود، بوكس اوت بتعمله اكيد اللاعب المهاجم ما عنده اي تشويس الا يعمل الفاول زي ما شاهدنا عبد الرحيم نجاح. طبعا فيها فاول يا عبد الرحيم. جونز، نديم
مش مهم تطلب الست اوفنس، لكن مهم تحافظ على الكره. تطلب الست اوفنس جزء مهم، لكن الحفاظ على الكره هو الاهم. صايل تحت الباسكت، صايل بحاول يلعب واحد لواحد، اللعيب يا صايل معلي ضاعت لكن عم بتقاتل. تحت السله رجعت مغربيه، ياسين محسيني وزكريا المصباحي راح يدخل على ارض الملعب. اعتقد وجود زكريا المصباحي مكان ويلي سولومون بهالوقت قليلة. تامن 3 بوينتس لفريق السلب الجيم، 24 نقطه من اصل 62 على الارك. اعتقد زكريا المصباحي ياسين محسيني مفروض اشراكهم شوي شوي. عم بيلعب طبعا الكوتش سعيد البوزيدي بتشكيل شوي بيج جايز، شوعة كوردو وعبد الرحيم نجاح. مش محتاج لثلاث لاعبين بيج جايز، محتاج للاعبين بيج جايز، محتاج مثلا لسفيان مع شوعة، محتاج لعبد الرحيم مع شوعة، لكن تلعب ب 3 بيج جايز بهالوقت ليه؟ الفرق 16 بوينتس 64-48. هذا الفريق صار يوسع الفرق اكثر واكثر في ظل طبعا استعجال لفريق قلنديا اللي انهى الشوط الاول 45-42 وتاخر بالشوط الاول 45-42. سجل لغايه هلا 6 بوينتس فريق قلنديا، بالمقابل طبعا 19 نقطه لبطل افريقيا. كره بتضيع جونز لكن لاست تاتش على شوعة. القادمين من البنش يا كوتش سعيد البوزيدي وينهم؟ وينه ياسين محسيني؟ وين زكريا المصباحي؟ تبديلات مفروض تكون حاضرة. يسحب عبد الرحيم نجاح بهالوقت ويلعب بالبوزيشن 5 بسفيان كوردو والبوزيشن 4 شوعة، ويسرع التيمبو شوي. كرة بتنتهي فيها ووكينج على شوعة ما انحسب. شوعة مفروض يكمل، صحيح الوقت انتهى لكن الهجمة معك، الهجمة معك. شو هالكرات اللي عم بتضيع بهالطريقة وشو هالشوط اللي ما شاهدناها عموما. إنار عودة، إنار على السلة بيضيع إنار لبرا، إنار لبرا إنار. نديم بدرية بياخد أيضا شوطة، وأخيرا نديم بدرية بيسجل 2 بوينتس وشوطة معقولة، أول شوطة معقولة لنديم بدرية بالجيم. 64-50 ويلي سلمان، برافو نديم. ويلي على 3 نقاط، خلاص كوتش سعيد وزيدي ممكن الآن يسحب ويلي سولومون ويدفع بمين؟ بزكريا وياسين، المفروض يبقوا بأجواء اللقاء خاصة ياسين محسين. ويلي نايس باس عند عبد الرحيم، لكن عبد الرحيم بإيد واحدة، أي أول شيء بتأسيس الباسكت بول نقول ممنوع الاستلام الكرة بإيد واحدة. شاكيل أونيل بيقدر يمسكها بإيد واحدة. عبد الرحيم نجاح، كرة بتضيع عليه، وهنا نديم بياخذ شوت حلو كثير يا نديم، لكن ضاعت، توصل عند عبد الرحيم نجاح. ويلي سولومون فارق ال 14 نقطة. الأمريكي بيروح فيه عند الأمريكي الآخر موسى عبد العليم. سفيان تحت الباسكت بجامب هاك، صعب حدا يوقف سفيان، أحسن لاعب ارتكاز عربي مع صالح الماجري وكذلك أحمد الدويري، من اللاعبين الأفضل على مستوى البيج جايز. في أيضا محمد شاهر من الأردن، في شار ثابت من لبنان، في أيضا عطلة في البحرين، في تونس أيضا لاعبين ممتازين، لكن بيبقى طبعا كلاعب البيج جاي صالح الماجري. المغرب طبعا كلاعبين ارتكاز، مين أحسن من هيك؟ عبد الرحيم نجاح، سفيان كوردو، قبل هيك كان في رضا غانمي، وطبعا يونس الإدريسي اللي كان عنده في بداية مشواره تواجد في الأنسي دبل إيه أو في دوري الجامعات الأمريكي. 66-50 جونز على الفري ثروز، دقيقة و 58 ثانية. ما ننسى أيضا لاعبي الارتكاز العرب محمد صلاح الموجود مع المنتخب العراقي، حاليا بيرجع من الإصابة، بنتمنى له السلامة. لكن أطول لاعبي الارتكاز العرب صالح الماجري وعبد الوهاب الحموي لاعب ارتكاز منتخب سوريا، هم أطول لاعبي الارتكاز حاليا في الوطن العربي، مع سفيان كوردو ممكن ثالثهم. سفيان أقل، صالح مترين و17، سفيان مترين و11، الحموي بنفس طول صالح تقريبا. كوردو على السكرين، ويلي بياخذ الجامب شوت على الثري بوينتس، ان اند اوت، كوردو العملاق تحت الباسكت، لعيب يا سفيان، جود جاب لسفيان كوردو،
68-52 offensive rebound. أحلى شيء بلعب الارتكاز لما يحصل offensive rebound مع 2 points كتير مهمة. وراها تأتي direct وأحلى شيء تشوف شو عم بيعمل البلوك شوت. وأحلى شيء إن الكوتش معتز الآن مطالب بـ time out لأنه عبد الرحيم نجاح بيسجل على 3 points بيسجل لا الرجعة مغربية. التايم اوت لفريق قرنزيا بيضيع على موسى. موسى بدك تهدى شوي الحق عليك بضيع الكرة وما تلوم اللاعبين لوم نفسك. نرجع عند نديم. نديم على 3 نقاط ونديم برافو عليك يا نديم. نديم بيسجل 68-55. ما بعرف يعني موسى عبد العليم شو بيعمل لكن شوعة not in my basket دائما حاضر هاللاعب الاثلتيك محمد شوعة احسن لاعبي ايضا الوطن العربي في البوزيشن 4. ما ننسى طبعا عاصم مرعي اللي بيلعب في البوزيشن 4 وبيلعب حتى بي 5 لاعب ارتكاز منتخب مصر. وما ننسى ايضا لاعب منتخب مصر لاعب البيج جاي. عموما هنا ميتشل بياخذ الجامب شوت 2 بوينتس 70-57. ميتشل عم تلعب بيج جيم اليوم بس بدك تهدى. 28 ثانية على نهاية الكوارتر الثالث. تحسن أداء فريق قلنديا الفلسطيني شوي شوي خلال البطولة. ميتشل عم بتحدث مع لاعبي نادي سلا على مقاعد البطلاء وهيك عم بتحدث معهم وأكيد نظرات التحدي لكن التحدي المفروض يكون تركيز على أرض الملعب لأنه فريقك متأخر ب 13 نقطة حاليا. بطل الدوري الفلسطيني على حساب أرثوذكسي بيت لحم في السيزن الماضي. بيت سحور وبيت لحم والسرية وديلاسال كلها أهم الفرق الفلسطينية بالباسكتبول. فاول 7 سكندز على النهاية. حسينية والوداد والفاس الرباطي وفاس كلها طبعا إضافة لسلا أهم الفرق مع نادي سلا المغربي يعني ما راح يمسكها لاعبي نادي قلنديا. مفروض كان تركيز أكثر على مستوى الدفاعي لكن هذا في حالة إذا انسرقت الكرة لكن صعب كثير لأنه خلاص آخر بوزيشن راح يكون للفريق المغربي. الوقت على 3 ثواني محاولات ثانية واحدة على نهاية الربع الثالث بالفعل 70-57. المستقطع هذا شيء بنحسب له لهذا الكوتش الفلسطيني الممتاز لكن طبعا بيواجه كوتش كبير ايضا بطل افريقيا الكوتش سعيد البزيدي وهو مدرب المنتخب المغربي كذلك. كوردو فيها ووكينج عليك من حسب سفيان بيعمل درايف كره لمين عند عبد الرحيم نجاح. عبد الرحيم بالجامب هاك بالضيع صراع تحت السله عند جونز. جونز بيحاوروا على الباسكت من الاول من الثاني. نديم مفروض تعكسها من جهه لجهه. هل تسمعني؟ لو عكستها للجهه الثانيه كان فاضي اكيد انار عوده. تعكسها على الهلب سايد الامور صعبه. كرة على الثري بوينتس عبد العليم بالضيع وعلى الريباوند كوردو. حاليا فريق سلا ما رح يتهاون على الإطلاق رح يحاولوا يرفعوا الفارق إلى 20 نقطة. رح يحاول فريق سلا يرفع الفارق إلى 20 نقطة 34 نقطة للاعبين البنش بفريق سلا 5 بوينتس لقلنديا. جونز بياخذ كرة صعبة كتير على الأرك ضاعت على الريباوند. ميتشل فيها فاول على كوردو صح ما بعرف إذا الحكم رح يحتسبها لأنه عبد الرحيم نجاح ما إلها داعي يعني راح على الباسكت. طبعا هاي الكرة الضايعة منشاهد الأوفنسيف ريباوند إلا ميتشل أخذ الباور موف بيطلع مين اللي شالها حاليا اللي شالها عبد الرحيم نجاح. مفروض إذن 2 points ورمية حرة إضافية حاليا تنحسب الباسكت ورمية حرة إضافية الفارق رح يروح ل 12. ميتشل مباراة كبيرة لإلك وإنت هادي. مباراة لحساب المجموعة الثانية ثالث مباريات جمعية سلا بالبطولة العربية في الدور الأول. 21 نقطة عم نشاهد عمل الدبل دبل ميتشل بالجيم. جونز هاند اوف كوردو عبد الرحيم على السكرين ويلي سولومون موسى عبد العليم الجامب شوت بتضيع فيها بوش رجعت فلسطينية الكرة فيها فاول حكم تركها. نديم إنار عودة على 3 نقاط. إنار لو بيستفيدوا من إنار على الثري بوينتس هاي ثالث الثري بوينتس بيسجلها بنجاح والنقطة التاسعة بالجيم ونزل الفارق لتسعة. النقطة التاسعة ونزل الفارق لتسعة لو بيستغلوا إنار عودة شوي يلعب جهة ميتشل رح يكون في أدفانتج لنادي قلنديا الفلسطيني. جامب هاك لاعب متكامل بكل معنى الكلمة. كوتش باتريك سابا مدرب نادي بيروت سيد جوزيف عبد المسيح أعضاء مجلس الإدارة أيضا بنادي بيروت. وهنا 74-63 فرق 11 نقطة. نادي بيروت رح يلعب نادي النصر السعودي بعد هالمباراة إن شاء الله في تمام الساعة 9:30.
8 دقائق و 26 ثانية على الكوارتر الرابع من هالجيم. سلا قالانديا، قالانديا لغاية هلا هو الناجح بالجيم بصراحة، مباراة كتير ناجحة لقالانديا بكل المقاييس انك تلعب مع سلا بهالليفل وبهالمستوى. صحيح سلا مش مركز كتير على المباراة على اعتبار انه هو متصدر المجموعة بشكل كبير، غلب الهومنتمن، غلب سبورتينج، فيما طبعا خسر قالانديا من سبورتينج والفتح السعودي. صايل بسرعة عند نادين، مش معقول هالكرات، مش معقول هالكرات، تورنوفر على قالانديا، هيك كرة بتخسر فريقك. محاولة شوت على الباسكت، والفريق اللي بيشوت أكثر على الباسكت هو اللي بيربح الباسكت. وهنا كوردو بياخد الستبس وبيطلع وبيعمل سلام دانك. سفيان كوردو بيرفع الفرق 13. قلت فريق سلا حاليا مع 8 دقائق أخيرة رح حاول يرفع الفرق للماكس، لكن شو السبب؟ يعني محتفظ بياسين المحسيني وزكريا المصباحي طول هالوقت على البنش. حاليا زكريا بيعمل تشيك ان مكان ويلي او مكان موسى عبد العليم، لكن هم تدفع بياسين محسيني. ياسين محسيني قائد الفاست بريك، اكثر لاعب بيقدر يعمل لك الترانزيشن اوفنس ياسين محسيني، سواء اذا معاه الكره او بدون كره. لو معاه الكره بيعطي الباسنج جيم اللي هو اكيد اللونج باس، واذا معوش الكره بيعمل سبرنت. اوت على سفيان كوردو، مهم كتير حتى لنادي سلا يلعب ب 2 بيج جايز، مش محتاج ل 3 بيج جايز. لما بتلعب اللاعبين طوال ثلاثه معناها الفاست بريك بوينتس، السلات السهله للفريق المغربي، سرعه الفريق المغربي بتقل. هذا رايي، لكن راي الكوتش سعيد البزيدي ثاني لانه افضل بفريقه اعلم. ضاعت على الفريق الفلسطيني بدون عنوان بدون معنى، ثلاث اربع كرات بهالكوارتر، حتى خمس كرات بهالكوارتر على اعتبار كانوا ست تيرن اوفرز بالشوط الاول، حاليا صاروا 11 مع الربع الرابع. كلها بتضيع على قالانديا الفلسطيني، وبيخسروا حتى فرصة المحاولة على الباسكت. ويلي بول هاندلينج ممتاز، ما تقرب عليه لأنه ممكن يربح منك فاول بأي لحظة. كوردو هاند اوف، شوف السكرين أول، سكرين ثاني، جود باس، سكرين ثالث عند كوردو بالإنسايد، عند مين؟ عند عبد الرحيم، جامب هاك، وبيسجل فارق بيروح من 16 ل 18 نقطة أو ل 15 نقطة عفوا، من 13 ل 15. والوقت المستقطع بيقترب أكثر وأكثر للكوتش معتز مدرب نادي قالانديا الفلسطيني. صاير روح على الباسكت من الجهة الأولى، برافو عليك برافو عليك، لكن ركز. حلو كتير هيك تسجلها مع الباك بورد لتأمنها أكثر. وإينار بنقطة ال 11 بالمباراة، إينار عادي بيسجل نقطة ال 11 بالمباراة، برافو لإينار. هي تاني ستيل لإله مع باسكت. زكريا، شوعة، ويلي، ويلي، سفيان بسلام دانك، لا بالريفرس لعب بيسجل سفيان كوردو. ما حدا رح يصفر لك ايزي فاول يا سفيان تحت السلة، ما رح حدا يصفر لك ايزي فاول. ميتشل، ميتشل، ميتشل بيطلب السبيس، ميتشل كوردو على الدفاع القوي، نديم كيك ذا بول اوت عن صايل، بيعكسها عند ميتشل من جديد بياخذها على الارك، نقطة ال 24 لا بضل عند 21 نقطة، وهنا جونز بيستعيدها، جونز على السلة، شوعة وفيها فاول على محمد شوعة. أخيرا ياسين محسيني بيدخل، خلاص لعبت كثير ب 3 بيج جايز، ثلاث لاعبين طوال، ليش؟ يعني ما هو عبد الرحيم نجاح ماخذ البوزيشن تحت السلة، وسفيان كوردو ماخذ البوزيشن تحت السلة، وشوعة وين رأيك؟ صارت عموما ياسين محسيني بيدخل مكان ويلي سولومون، وبيبقى 3 بيج جايز هون اللي عم بيلعبوا. قلت الكوتش سعيد الوزيدي هو بطل افريقيا، بطل المغرب، وبطل بطوله دبي، كوتش كبير واسم كبير، لكن ما بيمنع ايضا نعطي ارائنا على المستوى هالفريق. 14 نقطه مع 8 ريباوند لجونز. ميتشل اللي كان عنده 21 نقطه مع دبل دبل 10 ريباوند، 10 ريباوندز. عموما جونز بيسجل نقطه ال 15 في المباراه، دائما عند ياسين المحسيني، واللعب الفريق المغربي بيختلف تماما بوجود هاللاعب، بصير اسرع تيمبو، اسرع ياسين وزكريا على ارض الملعب بصير اسرع. شوعة جامب هاك بضيع، والريباوند لشوعة الاوفنسيف ريباوند، واو كان عم بيحاول يعمل سلام دانك عبد الرحيم نجاح، لكن بضيع، واو لا 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 لا
يا ريت نشاهدها مرة تانية. مش معقول هالبلوك شوت. نوت ان ماي باسكت على طريقة مين؟ المونستر اللي اسمه محمد شوعة. ما فيها باسكت، بلوك شوت ولا أروع. ما فيها باسكت، فيها بلوك شوت ولا أروع. ممتاز يا شوعة. شو هالحالة يا محمد شوعة؟ لكن حاليا في اعتراض وفي تكنيكال فاول. 80-69. طبعا قرارات الحكام هي الأفضل، دائما قرارات الحكام هي الأفضل، والحكام الموجودين في بطولة طيران الإمارات للأندية العربية البطلة حكام ممتازين. لكن هاللقطة لسه الكرة عم تطلع، الكرة عم تطلع، وبلوك شوت حلو كتير. منشاهد طبعا التقنيات اللي عم بيستخدموها أحسن حكام العالم. عم برجعوا للفار بكرة القدم والفيديو تشيك بالفولي بول وحتى بالباسكت بول. ماتشل 1-1 مع عبد الرحيم نجاح. ماتشل مباراة كبيرة لك في اليوم، 21 نقطة رايح لنقطة 23. بيسجل هاي باسكت، هاي باسكت، هاي باسكت، هاي باسكت. طبعا هاي باسكت بالنسبة للحكام حتى الأولى، لا حاليا هاي باسكت. هو برافو للحكام، برافو لطاقم التحكيم لهالمباراة بصراحة. ليش؟ لأنها بتلمس البورد، واضحة لمسة البورد، ممنوع تشيلها يا صفيان. لكن شوعة شالها بطريقة حلوة كتير من شوعة. محسيني ياسين صاحب الأربع وعشرين سنة. ياسين تم اختياره من أفضل اللاعبين أيضا في دوري المغربي العام الماضي، وزكريا بيبقى طبعا واحد من أحسن اللاعبين اللي قدمتهم المغرب على مستوى الباسكتبول. محمين مصطفى الخلفي، سامحني يا مصطفى، ذكرت أسماء عديد من اللاعبين لكن سامحني يا مصطفى الخلفي، لأنه مصطفى الخلفي حكاية كمان اللي قدمه للمنتخب المغربي هو وزكريا المصباحي، وشالها بإيد واحدة. موسى عبد العليم راحت عند ياسين، شوفوا ياسين، شوفوا هالتمريرة من ياسين، شوفوا هالروعة، راح عند زكريا، موسى بدرايف، موسى وفيها فاول. أكيد ما فيها أن سبورتسمان لايك فاول يا عبد الرحيم نجاح، لكن فيها فاول على سامي عودة. مباراة الأفضل لنادي قلنديا، بيج فاول لسامي عودة. ورميتين عند اللاعب الليفتي. بإيد الشمال بيسجل سويش. لعب في اليونان، الأورغواي، فنزويلا، دومينيكان ريبابليك، وحتى لعب بسلفادور. 26 نقطة مع 4 ريباوند، لكن هو آخر شيء احترف فيه أو لعب في الدوري المكسيكي، لعب 12 مباراة، كان عنده الأفرج 18 نقطة مع 8 ريباوند. بعد ذلك طبعاً لعب لنادي الفتح السعودي، وهنا كرة لوين ضاعت عليك. أعطاك تمريرة حلوة كتير، شو بدك أحلى من هيك؟ أعطاك هدية، نايس داش، نايس داش، بتقول له مرسي، بتقول له مرسي بوكو على هالأسست. وتلوم نفسك كيف ضيعت يا موسى عبد العليم، لكن بيبقى نجم كبير موسى بهالبطولة. الأداء الرائع أمام الهومنتمن، ورانا قوة دفاعية وقوة هجومية، وصعب وتلاقي لاعب أجنبي قوي دفاعياً وقوي هجومياً. في تايم اوت لقلنديا الفلسطينية، 4:42. ريباوند لسالة، 26 لقلنديا، 85-71، 14 بوينتس الفارق. شوعة، محسيني، ياسيني، ما كان المفروض ياخذ وقت اطول من هيك، لكن الكوتش حاليا عم بيعطيه لاخر الجيم. خلينا نشوف، لانه ياسين من عناصر ما بيقدر يستغني عنها نادي سلا. زي ما قلت في شروط لنادي ليربح نادي سلا البطولة العربية لأول مرة بتاريخه، وهي البطولة الوحيدة الغائبة عن خزائنه. رائعة جدا، مش معقولة، عم تلعب مباراة حلوة اليوم. 4-3 بوينتس بيسجلها عودة، انمار عودة، إذا عم بيسجل على 3 بوينتس حاليا. إيد الشمال، قلت له لو بيستفيد من هاللعب بشكل أكبر من هيك ليه لا، قادر يشوت على 3 بوينتس. إنار عودة ضاعت، إنار على الأوفنسيف ريباوند، توصل عند جونز، 87-74. جونز ضد الزون ديفنس، بياخذ كرة على 3 بوينت صعبة، ترجع عند صايل قاسم على ريباوند. ماتشل المفروض تروح فيها، لا 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 لا، شوت صعب كتير يا صايل، وما بتنشات بهالطريقة. فريقك متأخر ب 13 بوينت، صحيح مستعجل انك تخلص الفارق، لكن مش بهالطريقة. موسى عبد العليم ب 2 بوينت، بيطالب بفاول. قرار الحكم في مكانه، ما في فاول. 89-74، مش كل تاتش فاول. فرق 15 بوينتس. إنار عودة، إنار، ميتشل موجود يا إنار، ميتشل موجود، الأوت عليك، شو عم تلعب؟ الفردية رح تضيع نادي قلنديا.
كل الجهد اللي عمله نادي قلنديا راح يضيع بثلاث دقائق و 12 ثانيه بغمضه عين. فرقه العفاريت فرقه واو 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 والماجيك اللي اسمه ياسين المحسيني بمرر عند عبد الرحيم نجاح وبيسجل 2 بوينتس 91-74 الفرديه راح تضيع كل الشغل اللي عمله نادي قلنديا في المباراه. لكن هنا ميتشل بيسجل بالسبين موف 91-76 هي اعلى مباراه بيسجل فيها نادي سلا المغربي. المباراه الاولى سجل 77 نقطه، المباراه الثانيه سجل فيها 81 نقطه، وحاليا بيروح لل 91 نقطه ورايح لل 100 نقطه نادي سلا. ممكن اقل من 100 نقطه لانه باخر 30 سكندز راح يلعب الفير بلاي مع نادي قلنديا الفلسطيني. نادي قلنديا خسر اول مباراه 98 نقطه، ثاني مباراه 99 نقطه، وحاليا نادي قلنديا بيدخل بسلته 91 نقطه. باذن بكل مباراه هالفريق بيتلقى اكثر من 90 نقطه. إذا ما خففوا تيرن أوفر، شدوا على الدفاع شوي، قللوا السكور الفريق اللي بيلعبوا معه رح يكون لهم حدود أحسن ورح يظهروا بمظهر أفضل. وهنا 2 بوينتس 93 نقطة وشوعة عنده فرصة الأند وان. قلندي إذا 99 نقطة أعطوا المباراة الأولى، 98 نقطة أعطوا الفتح في المباراة الثانية، أو عفوا في الفتح 98 نقطة في المباراة الثانية، 99 نقطة أمام سبورتينج. والمباراة الثالثة حالياً 94 نقطة في الأجواء لأنه صاحب 11 نقطة مع 8 ريباوند مع بلوك شوت رائع جداً في الجيم راح يكون عنده فرصة الـ 3 points play والأند وان. حمزة جدي الكوش سعيد الوزيدي أيضاً بيعطي دقائق المتبقية، راح يأخذ مكان شوعة. إذا ما سجل شوعة على الفري ثرو راح يدخل حمزة جدي دايركت وشوعة راح يأخذ البريك. إذا بيضيع وبيبقى شو على أرض الملعب وبيبقى حمزة جدي بينتظر التبديل. المباراة المقبلة لجمعية السلا المغرب رح تكون أمام الفتح السعودي، فيما طبعا قلنديا الفلسطيني رح يلعب مع الهومنزمان. كرة عند سامي عودة لإنار عودة، إنار عند ميتشل واو نايس سبن، سرقها زكريا بخبرة الغازي. زكريا شوعة واو شو هالباسكت شو هالباسين جيم، مثال للفاست بريك. لكن الفينش ما كان حاضر. ياسين رجعوا ياسين محسيني، شوفوا هاللعيب شوفوا هالدربل شوفوا هالباسنج جيم دائما. وموسى عبد العليم ب 2 بوينتس. لو كان عندي صانعين العاب في هالبطوله وكان مفروض يكون عندي صانع العاب واختار واحد منهم، 30 نقطه لسلا على الارك، 24 نقطه او عفوا 18 نقطه لقلنديا من اصل 25 نقطه، 6 محاولات ناجحه، 10 من 24 لسلا. هاي النسبة طبعا عم تكون على الارك، وحاليا فارق 19 نقطة. نديم خلينا نشوف كم سكرين رح تكون بالهجمة. نديم لوين رايح نديم؟ نايس باس على العموم منت كورتك. ميتشل كرة عند جونز، بول فيك جونز بيحاول على الباسكت فيها فاول ورح يكون على تو شوتس. بيعرف يربح الفاولات وبيعرف كيف يعمل بنتريشن. هذا جونز ما عنده مشاكل يربح أي فاول من أي لاعب. كل مرة جونز بيقدر يروح على الباسكت. دبل دبل لجونز، خمس تمريرات مساعدة كانت تفرق معه. تريبل دبل كان 10 اسس، لكن خمس تمريرات مساعدة الوقت ما بكفي. دقيقة و 28 ثانية. كرة عند ياسين محسيني، خلينا نتفرج على هالدربل وهاللعيب، شوف الكرة وين تكون قريبة على الأرض، تمريرة كيف بياخذها كيف بيسترجعها كيف بيشوف الملعب كيف بيمرر. ياسين الماجيك، ياسين محسيني بيعمل كل شيء بالكرة لما تكون بحيازته. شوف ياسين بقول له روح، راح ياسين شوف هالتمريرة، لا بياخذ كرة صعبة ضاعت عموما توصل عند ميتشل. دقيقة وأربع ثواني، فريق قلندي على الأوفنس. جونز ميتشل 1-2 ترجع من جديد، وجونز باسكت إن ورمية حرة إضافية، باسكت إن ورمية حرة إضافية. أعلى سكور سجله نادي قلندي الفلسطيني في البطولة كان أمام نادي الفتح السعودي، سجل 95 نقطة، لكن في مباراة اليوم لغاية هلا عامل 80 نقطة، وال 80 نقطة مش سهلين ابدا ليوصلوا لحاجز ال 80 نقطة امام مين؟ امام بطل افريقيا وحتى وصيف بطولة العرب العام الماضي. مش سهل، برافو لفريق قلنديا بصراحة على هالأداء. صحيح متأخرين بفارق 15 بوينتس وخسر المباراة امام سلا اللي حقق انتصاره الثالث، لكن والله برافو لنادي قلنديا الفلسطيني على الأداء في مباراة اليوم. جونز على الفري ثروز 22 نقطة مع 10 ريباوند 5 تمريرات مساعد. سلا مرشح يربح البطولة مش يربح المباراة.
ياسين محسين. ياسين يحاول يعمل الدرايف على الباسكت، شوف هاللعيب رائع رائع، ضاعت، برافو نديم. بيد واحدة جونز مفروض يعكسها عند إنار، لكن هل بيرد عليه يعكسها عند إنار على الجهة الثانية؟ خلينا نشوف. نديم بياخد شوت صعب كتير، بتضيع، والريباوند عند حمزة جدي. رجعت الكوتش بيعطي الفرصة المشاركة لجميع اللاعبين. نادي سلا، هنا أنور أو الغازي آدم على الجام شوت، وحمزة جدي بيسجل 2 بوينتس، 97 نقطة لسلا. يعني نادي قلندي يتعرض للخسارة ب 99 و 98 وحاليا ب 97. المباراة الأولى كانت 99 نقطة نادي قلندي، المباراة الثانية تعرض للخسارة ب 98 نقطة، والمباراة الثالثة ب 97 نقطة. وهنا الجامب شوت بيسجلها على آخر الثواني. هل بيسجل نادي سلا على الثري بوينتس وبيردوا على ميتشل؟ لأنه ميتشل موقف اللعب، وبالتالي ما أعتقد لاعبين سلا رح يوقفوا اللعب. كرة على 3 نقاط حاليا لسلا، بيضيعوا. إذا 97 3 ترنيهم.